وحقق فريق النفط فوزا كبيرا على فريق الصناعات الكهربائية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 26 من الدوري الممتاز في كرة القدم. لنتابع. الأرض موحدة للفريقين في هذه المباراة، فهي أرض للصناعات الكهربائية بشكل رسمي ومفترضة للنفطيين، والفريقان يطمحان إلى نتيجة إيجابية تحرك مركزيهما نحو الأمام. وأمام النفط حضرت فرص كثيرة لكنها ضاعت، والضياع لم يستمر حتى جاء الفرج من زياد أحمد بهدف أول، لتأتي التحية بشكل خاص من المدرجات. فريق الصناعات كان خجولا في الرد، فلم يكن بمقدوره أن يأتي بفرص كثيرة، وإن حضرت طارت فيها الكرة نحو الأعلى. النفطيون لم يتركوا هذا الشوط بهدفه الوحيد، محمد داود أضاف له هدفا ثانيا حسم به القسم الأول من هذه المباراة. الشوط الثاني دخل بعناوين مختلفة، لكن التفاصيل لم تختلف عن سابقتها في الشوط الأول، وإن سجل الصناعات من ركلة جزاء عن طريق منار طه، والنفط تحصل منها واحدة أيضا، فسجل محمد داود مرة أخرى معززا النتيجة بالثالث، والنقاط الثلاث حسم أمرها بهدف رابع وبأريحية تامة لفريق النفط. الحمد لله فريق النفط يسير بالطريق الصحيح. احنا مو هالمباراة، قبل المباراة هاي يعني احنا خسرنا 4 نقاط، تعادلنا تعادلين، انهاء ملعبنا فقدنان، بس لحد الان احنا منافسين على الدوري. احنا اليوم هاي 3 نقاط لعبنا وفريق محترم، تحيه لهذا الفريق، يعني تحيه للفريق وتحيه للاداره مالته والمدربين واللاعبين، فريق مجتهد. بس الحمد لله اليوم احنا يعني المرحله اللي هم فازوا علينا اخذوا 3 نقاط، احنا اليوم يعني اخذنا 3 نقاط. الشوط الاول يعني ما كنا بالمستوى الطموح، رغم الاهداف اللي اجت، يعني مو حالات لعب. اليوم من نحكي كره قدم لازم اكو اسلوب خاص بالفريق. انا احكي على فريق، ما احكي على فريق، مبروك فريق النفط، لكن كره قدم هي هاي جماليتها. احنا كمدربين لازم نطور كره القدم بالعراق من خلال مباريات الدوري. انا اقدر هسه بسهوله العب حالي حال الفرق اللي تلعب، ونلعب طويل وبالجزاء وافوز، لكن وين التطوير؟ تطوير اللاعبين، نبقى مئات السنين ما نتطور. الفريق قدم مستوى جيد، يمكن لعب ونتيجه 4 اهداف، يمكن هذا كان طموح الاداره واللاعبين والكادر التدريبي وعازمين على لقب الدوري. 55 نقطة جعلت النفط يزاحم الكبار ومنهم الشرطة والقوة الجوية، بعد أن تساوى معهم في النقاط واختلف بفارق الأهداف. أحمد ياسين، العراقية الرياضية.